يقدم لكم هذا البرنامج من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. معكم دحيلة المينا موزيه والهوايه خيار خنخيط الزناقي والدروبه وما كنتشدش والمعلومه كتوسخونا. دابا سمحوا لي خاصني نمشي الفريز داك يبرد. وفين هو الكاسك السي نحيله؟ الكاسك في القلب الحمد لله، ولكن واخا هكاك عندي هذا فاش كيبان لي صحاب الوقت كنزرعو بالزربه. دابا الله يهنيكم خاصني نتحرك. صغير مالك؟ وما حنا على بالك غادي نموت صغير كذاك. واش دوك تاعنا واش شويه عليك؟ انا نوقف لك انت يا الفريتي وصل بارد. سير ودي تحت براس. فريت باقي سخون. حين نكون وقفت في الضل الاحمر غادي يوصل بارد. حطوا راسكم في بلاصتي. اشهد ان لا اله الا الله. من الأخطاء اللي ارتكبها سائق هذه الدراجة النارية هي عدم استعمال خودة كتحترم معايير السلامة الطرقية، عدم احترام علامات التشوير، وأيضا تجاوز السرعة المحددة في بعض الطرقات. تبان لكم في السياقة ديال المطر عندنا متهورة جدا. ها؟ متهورة جدا، ولكن كاين شي وحدين داين عقلهم. كاين شي وحدين ولكن الغالبية صراحة كيديروا بزاف أخطاء ما كيديروش الكاسك بزاف، ما يتيريسبكتوش لو كود لا روت و ديو فو فير توجور اتونسيون باسكو اخر مومون تي يقدر يدخلوا بين لي فواتور، سي تري دونجرو. ماشي لبسوش الكاسك وعاد السرعه الله يديما خلقو صافي. كندير الكاسك على حسب على ودي انا، حيت هذا مشكل كبير. انا مثلا نعطيك مثال، حتى في الكار كندير الصمته، كيشوفوني ناس كيقول لي علاش كدير الصمته في الكار. لدرجه دابا انا ما نقدرش نركب معايا واحد اخر وما يركبش وما يديرش هو الكاسك. ضروري من الكاسك نضادر بروتيج العينيك لا طارت شي مزرار ولا شي حاجه. الكاسك ديما، وكنصح الشباب وكاع المجتمع كاع بصفه عامه، الكاسك مهم. واخا ما ديروش راه لما درتيه حسب راسك راه غطر شي حادثه غتموت. الموتور راه حتى هو يا وسيله نقل عندها القواعد ديالها، والموتور ما كيعطيكش الحق تخالف قوانين السير كيف ما بغيتي وتقول هذه اشاره تقيف ماشي مشكل، هذه زنيقه انتيردي ما جاي حد، هذا ضو الحمر الطريق خاويه. لا، القانون كيطبق على مول الموتور كيف كيطبق على مول الطوموبيل، ولا قدر الله وقعت شي حادثه تسير الاضرار كتكون كبيره على مول الموتور، خصنا نردوا البال. قدم لكم هذا البرنامج من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.